لم تكن القضية أن الحسين عليه السلام قاتل وقتل، بل كانت القضية أن الحسين قام بنهضة شاملة وتحمل مسؤوليتها كاملة إلى النفس الأخير، إلى آخر قطرة الدم. استشهد من أجل تلك القضية مع كل رجاله، وهنالك فارق كبير بين مجرد القتل والقتال وبين النهضة الشاملة. هنالك مسافة أطول من مسافة الأرض من النجوم، وهي المسافة التي تفصل الشهادة في سبيل الله ورسالة الأنبياء عن المغامرة من أجل مغانم الدنيا وحطامها. دماء الحسين تزداد سخونة يوماً بعد يوم، لأنها المنبع الذي تتجمع فيه دماء جميع الشهداء الذين قتلوا من أجل الإيمان والحق والعدل والحرية في التاريخ. ولأن هذه الدماء انتصرت ولا تزال تنتصر لجميع المظلومين والمستضعفين في كل زمان ومكان. كان الموت عند الحسين وأصحابه طريقاً إلى رضوان الله ومرافقة الشهداء والصديقين، ولهذا فإنهم كانوا يتلذذون كلما قربت منهم الأسنة والسيوف، ويستبسلون في المقاومة كلما قربت نهايتهم في الحياة الدنيا. كانوا واثقين من مصيرهم وواثقين من دليلهم الذي يدلهم إلى الفردوس الأعلى. عاشوراء أم الثورات الحقة في تاريخ هذه الأم، فمنها انطلقت المقاومة الداخلية ضد الطغاة، ومنها انطلقت المواجهة الخارجية ضد الغزاة، منذ ما بعد ظهور عاشوراء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثورة الحسين هي المنبع. ثورة الحسين تغذي جميع الثورات وجميع النهضات، وتقاوم جميع الطغاة وجميع الغزاة، شاء من شاء وأبى من أبى.